كوتش مرحبا بك على سبورتيان. اليوم المنتخب الوطني التونسي بصراحة لعب كونتر اون ايكيب تري فورت 2-0 في مالي 3-1 اليوم في تونس. بصراحة باش نسألك نحب نعرفوا شنو اللي ما مشاش يمكن، وخاصة كنا شفنا انه المنتخب الوطني التونسي كيركز الكرة على اللعب القصير نلقاو رواحنا، وكي نطولوا الكرة فما خط دفاع نتاعهم طويل برشا، بصراحة ما لقيناش حلول حسب رأيك كيفاش كان اللقاء اليوم؟ لا بالطبع نعرفوا اللقاء كان كما توقعين وراء لقاء صعيب، شفنا الفريق هذا فريق مهاري، فريق يملك امكانيات فنيه كبيره ياسر وعنده بوتنسيال اوفنسيف خاصه في الوسط وفي الهجوم، قادرين يربحوا برشا فرق معناها. اللي ما مشاش هو احنا ما لقيناش الحلول معناها بالنسبه لنا، احنا كانوا اقوى منا من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه، وقت اللي واحد اقوى منك فنيا وبدنيا ما تنجمش انت باش تفوز عليه. جابهنا شويه بالكرات ثابتة، ولكن حتى المتريس تكنيك راهو فرق كبير برشا، معناها التحكم في الكورة وفنيات فرق كبير ما بيناتنا، وفازوا علينا من النواحي هذه. أنا بالطبيعة ويتحركوا مليح وانتشار جيد في الملعب، بالنسبة لنا احنا ما وجدناش آليات لعب، كانت خطوط بعيدة، ما لقيناش السند، ما نجموش نطيحوا الكرة على القاع ونلعبوا لعبنا، خاطر ما لقيناش المناطق بصراحة، حتى هم خرجوا لنا بالكدا بالكدا، تفوقوا علينا خاصة في الثنائيات كان كانت الفضائية ولا لا 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 في الأرض. وانتصارهم كان مستحق، ما سرقوش انتصارهم بالكوره معناها، ربما احنا كوره ثابته سجلنا على اثر، لكن هما على اثر انفرادات واللاعب يعدي اربع وخمسه ملاعبيه بكل مرونه وبكل سهوله يلقى روحه امام المرمى. نشكر كل الملاعبيه نتاعنا وان شاء الله نخدموا اكثر، احنا مطالبين باش نخدموا اكثر في مستوى الشبان في تونس، رغم شفناهم في افريقيا شفنا برشا بلدان كيما ساحل العاج ونيجيريا ولا غانا راهو مستوى ولا مستوى بعد برشا، لذا ما علينا كان الخدمه اكثر في مستوى الشباب.